الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمات وبركته لان لدهر الدهور كلها امين. انجيل هذا الصباح يا اخواتي الاحباء انجيل معلمنا لوقا اصحاح 9 من ايه 10. ثم لما عاد الرسل حدثوه بجميع ما فعلوا. حاجات كتيره قوي في الكتاب المقدس تذكر كحدث عام من غير ما تتقال التفاصيل بتاعتها، زي الحديث اللي هو نتيجة إرسالية التلاميذ. المسيح بعتهم عشان يبشروا فرجعوا قالوا له عملوا ايه. طب هم عملوا ايه؟ مش مكتوب. زي مريم قعدت تحت رجلين المسيح واختارت النصيب الصالح وامتدحها السيد المسيح لأجل ان هي قعدت وسمعت كلام لا ينزع منها. طب هو ايه الكلام دوت؟ ما ذكرناش الكتاب المقدس. زي ايضا ان السيد المسيح قعد مع التلاميذ ومع جموع كثيرة بعد القيامة يحدثهم بالامور المختصة بالملكوت. هي ايه ديت؟ ما ذكرهاش الكتاب صراحة. الكتاب ما ذكرهاش ليعطي الكنيسة قوة في تسليم هذه الامور. يعني الكنيسة سلمت الينا هذه الامور في تعليم الرسل في التقليد الرسول. وايضا لاجل امر اخر، ان الانسان اللي يشتاق يعرف ما هي هذه التعاليم يجي ويقعد مع السيد المسيح. انت مشتاق تعرف هو قال ايه لمريم، اقعد تحت رجليها او تحت رجلين السيد المسيح واسمع منه مباشرة. انت محتاج تعرف احاسيس لعازر وهو ميت في القبر وسمع الصوت لعازر هلم خارجا. تعال وكون حبيب للسيد المسيح وتعال كون قريب منه علشان اذا مرضت مرض الموت يصرخ اليك ويقول لك لعازر هلم خارجا وتسمع الصوت وتشعر بقوته. مش كل كلمة ممكن تتحكي، ولكن في كلمات تختبر. زي ملكة سبأ لما جت قابلت سليمان قالت له هو ذا النصف لم أخبر به. يعني الناس مهما وصفوا لي كان لا يمكن يوصفوا لي قمة حكمتك، ولكن أنا عرفتها لما إيه؟ لما قعدت معاك. السيد المسيح لو قريته في لوقا 9 آية 1 اللي هي الجزء اللي قبل انجيل النهاردة 9 من آية 10، قال لهم اذهبوا، اعطاهم قوة لشفاء الامراض واخراج الشياطين، وقال لهم ما تكونش معاكم لا سبين ولا عصا للطريق ولا مزود ولا حذاء. في حبة قواعد معينة. لما رجعوا التلاميذ يكلموه، يا ترى كان ايه اختبارهم لما شافوا اسم ربنا يسوع المسيح ترتعد منه الشياطين؟ لما كانوا ينادوا باسم يسوع المسيح والشياطين تخرج، يا ترى كانت ايه مشاعرهم وهم بيشوفوا المرضى بيشفوا؟ وإيه مشاعر هذه الجموع اللي كانت باسم يسوع المسيح تشفى؟ هم راحوا بشروا وأخرجوا شياطين باسم يسوع المسيح وشفوا مرضى، ولما رجعوا للمسيح الجموع جريت تدور عليه. خلوا بالكم من النقطة دي، نقطة مهمة جدا، إن هم شافوا الناس باسم المسيح فالجموع ابتدت تدور على صاحب هذا الاسم. وكانوا التلاميذ جايين يقولوا له يا رب
ده احنا عملنا معجزات باسمك واخرجنا شياطين وجايبين لك الناس معانا، او بصراحة الناس سبقونا وجايين يتقابلوا معاك. هم جايين يكلموه باللي عملوه، ولكن النور الذي اعطاهم اياه السيد المسيح واشرق على الاخرين جاب الناس كلها وجت تجري وراه. مشاعر عجيبة لما ينزلوا 12 واحد يلفوا كده في بين القرى والقفور، رايحين 12 وراجعين ب5000 أسرة، والأسر ديت سبقتهم وقعدت مع المسيح وقعدت تسمعه نهار كامل. إذا كان اسمه فقط شفى مرضاهم، وإذا كان اسمه فقط أخرج الشياطين منهم، فما بال الجلوس معاه والاستماع اليه مباشرة. وهو دوت كان السبب الاول لمعجزة اشباع الجموع، ان كان اسم المسيح انتشر في كل مكان وكانت تصنع به المعجزات. ويمكن هي دي الرسالة اللي بتبعتها لنا الكنيسة النهاردة، تقول لنا كل الذين وصل اليهم اسم المسيح جري وراه يبحثوا عنه لكي يزدادوا اقترابا منه. ما اكتفوش ان التلاميذ قالوا لهم اسم يسوع يشفي مرضاكم، قالوا لهم لا احنا عايزين نشوف يسوع المسيح ده، وجري ودوروا عليه. احنا ايضا وصل الينا اسم المسيح، شفنا المسيح في حياة الشهداء اللي احتملوا الالام وماتوا من اجل اسمه. يعني احنا على عمدان الكنيسة عندنا قديس استفانوس اهو على العمود الاخير عند السيدات، والقديسة بربارة والقديسة ديميانا. الناس اللي احتملت الالام من اجل اسم المسيح كان في حياتهم قوة، كان في حياتهم قوة. طب يا ربي الناس دول عاشوا معاك ازاي؟ احنا عاوزين نكون زيهم، ويبقى اسم المسيح في حياتهم هو كرازة لينا، ان احنا نشتاق ان يكون لينا نفس القوة. القديس ديديموس الضرير وموجودة صورته هو ايضا على عمود الكنيسة، كان اعمى البصر، صورته من الناحية دي اللي بيبص على العمود من ناحيتي أنا، يعني أنا كده شايفه على العمود التاني. كان أعمى البصر ولكن كان متفتح البصيرة، وكان معلم لجيله، وكان معلم للأجيال التي جاءت بعد. وإحنا كده لما نشوف صورته نقول يا رب إذا كان اسمك غير في حياته ولم تعد فقدان بصيرته عائق لي ان ينطلق في طريقك ولا ان يقود الاخرين، احنا يا رب عاوزين نختبر هذا العمل في حياتنا ايضا. احنا عاوزين نشتاق نكون زي الجموع اللي سمعت اسم المسيح وجريت وراه. خلوا بالكم الاختبار الاول كان شفاء مرضهم، الاختبار الثاني لما جريوا ورا اسم المسيح ودوروا عليه قعدوا من الصباح الى المساء يسمعوا كلمته بدون ما يشعروا بجوع. التلاميذ هم اللي تدخلوا وقالوا المسيح اصرف الجموع ليأكلوا. اختبار الاول شفى مرضهم، جريوا وراه، ذاقوا كلمة الحياة، سمعوها والتهبت بيها مشاعرهم ونستهم احتياجاتهم الجسدية. والاختبار الثالث أكل وشبع وفضل عنهم. يسوع المسيح يشفي مرضي، أمراض نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. يسوع المسيح يلذذ قلبي ويشبع نفسي وما احتاجش للعالم. يسوع المسيح يكفي جميع احتياجاتي. اللي بيبحث عن المسيح بيجد كل دوت، واللي بيبحث عن المسيح بيختبر اختبارات أخرى تكون مكنونة ومسرورة في داخل قلبه.
هو طاقة فاغية، طاقة فاغية مملوءة روائح، هو سرة مر، هو اختبار للذي يبحث عنه ويجري وراءه. جاءوا وحدثوه، وجاءت الجموع وسمعته، وقال لهم ايه من الصباح الى المساء. وتاني مرة قعد معاهم 3 ايام، قال لهم ايه؟ هي دعوة لكل واحد مننا سمع اسم المسيح، انه يقول له يا رب انا عاوز اختبرك داخل قلب. وكل واحد فيكم يختار حد من الكتاب المقدس. يمكن انت تختبر تقول انا ليا اشتياقات اسمع يا رب الكلام اللي قلته للسامرية فغير قلبها ونزع شهوات دامت عمر كامل من قلبها. اجي يا رب تحت رجليك لكي ما تنزع شهوات قلب. ويمكن انت تقولي له يا رب انا ليا اشتياقات اقعد تحت رجليك واسمع كلامك واشعر انه ده لا ينزع مني. ويمكن واحد يقول ساعات يا رب بزهق من 5 دقايق صلاة ولا 10 ولا ربع ساعة، اعطيني يا رب اقعد 3 ايام زي الجموع اللي جت وقعدت وسمعت كلامك لغاية بعد 3 ايام انت اللي قلت احنا يلا نوكلهم. 3 ايام عمالين يسمعوا كلام المسيح بلا طعام ولا شراب، 3 ايام قاعدين في العراء والبرية. يمكن واحد كمان يقول لا يا رب انا لي اختبار مشتاق اليه، نفسي امشي مع التلاميذ من غير كيس ولا مزود، لا كيس في فلوس ولا مزود في اكل ولا عصاية تحميني ولا سبيل ضمان للمستقبل، انا نفسي يا رب امشي معاك بلا اي شيء وانا واثق انك ممكن تعلني كما علت الشعب في البرية 40 سنة ثيابهم لم تبلى وأحذيتهم في رجليهم فقط كما هي. الكتاب المقدس يا إخوتي الأحباء بيشاور لنا على قدس الأقداس، على الجلوس في حضن الآب، على الاختبار الحلو، يدينا صور، صور غير كاملة، صور لأحداث، ولكن الكلمات تبقى سر، تبقى قدس أقداس، اللي يطلب ويدخل ويسأل يجد. والسيد المسيح بيقول اسألوا تعطوا، حتى الآن لم تطلبوا شيء باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. أنا مشتاق إن الآلاف اللي قاعدة قدامي النهاردة تكون مش قاعدة جوه كنيسة العذراء في الزيتون، أنا مشتاق إنها تكون قاعدة على الجبل دلوقتي قدام السيد المسيح وبتسمع منه كلمات الحياة مباشرة، وبتجد الكلام اللي يغير نفوسها ويسبيها إلى محبته وتتبعه ليس من أجل الطعام والشراب ولا الخبز البائد، ولكن تتبعه من أجل الحياة الأبدية. الله يعطينا جميعا اشتياقات مقدسة وحياة أمينة. ربنا يبارك في حياتكم، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.